انا موجوده في الجونه وجايه النهارده عشان اقابل واحده بصراحه هي بهرتني. ابتدت حياتها كعارضه ازياء ومتخرجه من اعلام ودلوقتي ابتدت طريقها في الفن وبقت ممثله وابهرتنا بادوارها في رمضان اللي فات، الفنانه الشابه سلمى ابو ضيف. يلا نروح نشوف هتحكي لنا ايه. سلمى ابو ضيف، اول حاجه عايز اقول لك ان انا سعيده جدا وفخوره جدا جدا بيكي ان انا وانتي نعرف بعض من زمان. ده حقيقي. واعرفك من قبل ما تبتدي تمثيل وانا في منتهى السعاده ان انا بشوف التطور الرهيب ده. وانا مستني معاكي النهارده بجد. طيب بصي، الناس لسه ما تعرفش حاجات كتير عنك، عايزين نشرح لهم انتي ابتديتي ازاي وامتى ابتديتي كموديل، ابتديتي ازاي او احكي لي قبل الموديل كمان، احكي لي كل حاجه بقى من الاول خالص. بصي انا بدات بقالي يعني قبل ما ابدا تمثيل كانت السنه دي اول سنه الناس تشوفني تقريبا على التلفزيون، صح؟ في رمضان، وبعد كده في السينما ان شاء الله قريب في فيلم الشيخ جاكسون. وقبلها كنت عامل موديلنج، عرض يعني عروض ازياء بس مش فاشن شوز، كنت معظمها بروجكتس اديتوريال صور يعني لمده 3 سنين من وانا في الجامعه يعني. وقبلها اشتغلت مره وانا صغيره يعني في الراديو لمده شهر، كان عندي 16 سنه فعلا. بس اوكي، طب احكي لي بقى اكتر عن الكارير بتاعت الموديلنج. انت عندك اكونت على الانستغرام عليه مئات الاف الفولورز، فاحكي لي اكتر عن السوشيال ميديا ازاي فادتك في حياتك وازاي وصلتك. هي فادتني من ناحيه ان السوشيال ميديا اي حد ممكن يعني ممكن كامبين تنزل تبقى في مجله تبقى في لوك بوك، بس مش هتبقى في متناول يعني ايد ناس كتيره. ان السوشيال ميديا ناس كتيره هتشوفك عليها، صح؟ وده اللي حصل معايا. مثلا ممكن يكون ده يعني عمرو سلامه كان عارف ان انا بعمل موديلنج ثرو انستغرام مش حاجه ثانيه يعني، فالدنيا فتح لي خطوه بالظبط ان الناس تشوف وتعرفك تعرفني اكتر. مظبوط. طب قولي لي بقى اول مشهد ليكي تمثلي فيه قدام الكاميرا، هو النهارده انا اول يوم يا جماعه انا واقفه بمثل اهو، كان امتى وفين؟ اكيد ده مش هتنسيه طبعا. اول يوم تصوير في حياتي بدات، انا بدات الشيخ جاكسون قبل حلاوه الدنيا، صح؟ و انا كنت عارفه الانبهار اللي هو داخل اول يوم مدرسه مش فاهم قوي المفروض يعمل ايه، متحمس جدا وخايف جدا وبسمع لنفسي. ده كان في التلميذه المجتهده اللي حافظه وهي انا هثبت لكم بقى نشاط يعني. كنت كان انبهار على توتر على خوف. احنا بدانا اول يوم تصوير كان لا اول يوم تصوير خالص كان حته كده لسه فوتو مونتاج، ما يعني كان حاجه خفيفه، ده كان اول يوم خالص. وبعد كده اتنقلنا في اسكندريه فكانت الدنيا لذيذه قوي، اتبسطت بصراحه. احكي لي بقى عن دورك في رمضان اللي فات في مسلسل حلاوه الدنيا مع الفنانه الجميله هند صبري كلنا بنموت فيها. الاول احكي لي عن الدور. عاليه، صح؟ انا ما عملت شخصيات كتيره قوي، بس عايشه شماع كانت على ما خلصت على مدار التصوير تقريبا من شهر اخر واحد لحد شهر 6 رمضان كان كتير قوي، فعشت معاها كتير فبقت حته مني اللي هو بقى اسم سلمى وعلي. اول دور الجمهور يعرفك بيه فاكيد سبيشال. ده حقيقي، لا سبيشال يعني. لان الناس بتعرفني يعني دلوقتي عليا تنده على حلقات الدنيا، فطبعا ده بالنسبه لي عمري ما هنسى عليا الشماع، عمري طبعاً. فتح لي ابواب كتيره جدا واداني فرصه استاذ حسين من الباوي كان المخرج، اداني فرصه هو وكرو العمل يعني رهيبه لان انا اوصل لده النهارده يعني طبعا. الحمد لله. احكي لي عن كواليس مسلسل حلاوه الدنيا، انت وهند صبري، احكي لي كده عن انتوا الاثنين مع بعض كانت علاقتكم عامله ازاي؟ هند اختي، هند بتجنن اصلا، هند بقت اختي بجد يعني احنا سيسترز بجد و ان تاتش ودايما بتحب تساعد الناس وتعلم و يعني ليتر اون ان لايف يعني احب بعد كام سنه اكون بعامل الناس بنفس معاملتها زي ما هي بتعاملها، صح؟ فهي انسانه بنفس مستوى شطارتها في التمثيل وقد ايه هي انسانه وفنانه طبعا. طب وبنات كتير حلو عايزين يعرفوا برضو ظافر عامل ازاي اوف كاميرا، ايه اخباره في الكواليس، عامل ازاي، تعاملت معاه جدا بني ادم محترم جدا لذيذ قوي برضو يعني
محدش فيهم ما كانش بيبخل عليا بمعلومة لما بتوتر او يهديني او يقول لي اعملي ايه او التريك دي. احكي لي بقى عن دورك في مسلسل لتطفئ الشمس مع الفنانة ميرفت امين. كان سوفي انت واقفه قدام ميرفت امين اصلا؟ انا للاسف يعني ما كانش في مشاهد دي، ما فيش ولا مشهد معاها. كانت معظمها مع احمد مالك والعيله يعني ومي الغيتي. فكانت معظم مشاهدي كانت معاهم يعني. طب احكي لي عن الدور. الدور انا حبيته جدا لان الطبقة دي في مصر موجودة والدماغ دي موجودة والبنات دي فعلا بجد موجودة، فكنت حابة ان انا اعملها. ومش قادرة اقول على توفي ان هي شريرة، بس هي بتدلع يعني. انا كنت حباها الى حد ما. لا انا حبيت توفي يعني. اخر يوم، اخر حلقة اللي هي لما رجع لحبيبة، انا بجد كنت متعصبة اللي هو لا هو انتوا ازاي حصل كده. بقول لك ايه، يلا نروح نقعد بقى عشان انا تعبت من المشي هنا. طب يلا. سلمى احكي لي بقى عن كواليس لا تطفئ الشمس. كواليس لا تطفئ الشمس كانت لذيذة لان انا اعرف مالك من قبل كده، اشتغلت معاه في شيخ جاكسون قبل كده. كان بيغلس عليا بما انه كان ادم. يعني تقمص شخصيه ادم حتى بره الكواليس. كان احس فعلا شخصيته ممكن يبقى كده فعلا في الكواليس، صح؟ ان هو بيهزر مع الناس كلها لا انا اقصد ان هو تقمص الدور قوي. ادم بقى ابتدى يغلس بزياده. لا ايه، بالراحه. نرجع للعادي بتاعنا شويه لو سمحت. بس يعني فبسطت فيها، كانت متعبه بس اتبسطت. طب حلو. طب احكي لي بقى عن الشيخ جاكسون، دورك فيه عامل ازاي؟ دوري بنت صغيره في مدرسه لسه اسمها شيرين. بس ومش انا مش عايزه احرق الفيلم. الفيلم خلاص فاضل له يعني ايام وهينزل. ف يعني هتلاقي يعني هيبقى مختلف عن علي الشماع وتوفي. طب جات لك الفرصه ازاي ان انت تبقي في الشيخ جاكسون؟ استاذ عمرو سلامه المخرج قال لي، كان زي ما قلت لك ان المودلنج يعني اتاح لي فرصه ان الناس تعرفني. ف استاذ عمرو كان يعني شاف لي كذا شغل على من انستجرام وسوشيال ميديا. ومن هنا اكتشفت. هو كان بيشوف فيديوز زي انا كنت عامل فيه فيديوز بعملها. فكان اقترح يعني ان اروح اعمل اوديشن وكاستنج. فلقيت مكتب استاذه مروه جبريل عايزيني في اوديشن لعمرو سلامه. بس فرحت واتقابلت وكنت مصدقه نفسي بصراحه يعني. بس سلمى انا عارفه ان وانت عندك 16 سنه زي ما كنت قلتي عملتي برنامج في الراديو. احكي لي عن الاكسبيرينس دي. والله كانت اكسبيرينس لذيذه. كنت لسه في المدرسه. كنت لسه في المدرسه. كانت اكسبيرينس لذيذه. عشان عملتيها ازاي؟ هو كان راديو على الانترنت. وكان مكانه طلع بالصدفه جنب البيت. حلو قوي. فروحت اقترحت قلت لمامتي طب ما تيجي انا عايزه اجرب. انا كنت حلمي صغير ان اطلع مذيع، عايزه اجرب. فانا شايفه ان الفتره دي البني ادم لازم يقعد يجرب الحاجات لحد ما يكتشف هل هو فعلا عايز يعمل ده ولا لا. صح. ف ادوني فرصه اني اعمل برنامج اسمه كونا ماتاتا لمده شهر. لذيذ. كان لذيذ وببساطه. كانت فكرته ايه؟ كانت بنتكلم انا يعني على موضوع. وبعدين بتبقى في اسئله كده اللي هو في الاخر يعني. كانت حاجه للاطفال. هتكون مطاط يعني مش كان عندي انا بقدم عندي 16 سنه فما كانش حاجه. هنشوف سلمى ابو ضيف في ايه قدام؟ بتجهزي لايه؟ لسه لحد دلوقتي يعني ما فيش حاجه عجباني جدا. ف هصبر كده عشان يعني ان شاء الله اعمل حاجه الناس تعجبها ان شاء الله. اكون انا حباها برضو اكيد. ده اهم حاجه. انت عشان ما بتحسي بالدور طبعا هتقدري تطلعيه باحسن صوره. ان شاء الله. ان شاء الله. سلمى ثانك يو سو ماتش بجد. انا مبسوطه جدا جدا ان انا قاعده قدامك. يعني مهما اقول لك سعادتي وقد ايه انا فخوره بيك بجد. والله ميرسي يا شيرين. انا عارفه ان انا يعني ابريشيت ذات وبحبك جدا. حبيبتي يا سلمى مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه دي واستمتعتوا وتشوفوا ازاي ان ممكن اي حد حاسس ان هو موهوب وعنده بس كده احساس ان هو نفسه يعمل حاجه يتشجع ويجرب ويشوف وان شاء الله يوصل. يا رب تبقوا استمتعتوا بالحلقه دي ونشوفكم في حلقه جديده.